كابتن فريق الرياضي جان عبد النور. جان يعني بعد البداية إذا فينا نقول يلي ما 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 رضت أبدا جمهوركم، وأنتم كمان ما كنتوا راضيين عنا المباراة اللي عملتوها بافتتاح بطولة لبنان كرة السلة، اليوم رديتوا بشكل كتير قوي، برأيك بلشتوا تصالحوا جمهوركم يلي اليوم ما كان موجود بالشكل يلي معودين عليه لجمهور نادي الرياضي؟ اكيد هلا اليوم ما بعتقد من وراء الخساره الاولانيه، بعتقد لانه مأخر شوي الوقت وبكره في اشغال بكون ما قدروا اجوا كثير، بس اكيد نحن رجعنا شفنا الجيم الاولي ضد شونفيل وما في شك نحن كلاعبين نتحمل مسؤوليه بالاول، لانه كثير عملنا ما كنا عم نشوف هالروح اللي كنا عم نلعب فيها اليوم، يعني بغض النظر عن كل شيء كنا عم نلعب بروح قتاليه اليوم ما كانت موجوده ضد شونفيل. كل فرقه بتخسر مثل ما بتعرف، الان بي جولدن ستيت خسر اول ماتش على 30 رجع هلا متصدر البطوله، فطويل كثير البطوله بعد ما بلشت. انا مع السبيرز بس مع السبيرز غريمون التقليده يعني، بس انه الفكره انه خساره بتصير. كمان تغير نحن فريقنا شوي بفلت فادي واجا جمار وبرانكو، بتعرف يعني كل بري سيزن راح رجعنا من الصفر عم نبلش، واليوم كانوا احسن شوي في تيم بالجو، بدنا خاصه امينو اليوم شفناه اعلى يعني مستوى اعلى بكثير، التبليشه اللي بلشها امينو مخيفه يعني اليوم. امينو اذا بدل حافظ على هذا المستوى بعتقد كثير رح نكون صعبين نتخسر ان كان على الاوفنس او على الديفنس، ان شاء الله بنكمل هيك، بس اليوم ساين كثير منيحه لنا انه بالنسبه للطريق الجاي. يعني بدي اسالك عن الدفاع، يعني شفنا اليوم دفاعكم، شفنا خاصه الفاست بريك، يعني اخذتوا عدد كبير من النقاط استفدتوا منها بالفاست بريك امام الترانزيشن ديفنس اللي ما قدرت ابدا تجاريكم اليوم. نحن حضرنا ماتش ميروبا ميروبا وشفنا نقطه كثير كبيره ضد ميروبا انه ما كثير بيرجعوا على الديفنس، فقلنا نحن يعني انتم هيدي ملعبكم، يعني نحن فريقنا كثير اذا بتشوف اوقات عندنا تشكيلات كثير فاست على الفاست بريك، خاصه بس معك اسماعيل كمان باللونج باسز عامل يمكن شي 4-5 ورا بعض ورا بعض هدية الطابة، فهذه راح تكون كمان ايدنتيتي لنا نلعب كثير بسرعه على الفاست بريك اذا فينا. بس بقول لك برجع بقول لك يعني كمان ان كان على الديفنس مع انه حطوا 75 بس انت بتعرف يعني بس طلع الفرق اخر كوارتر بتخفف شوي، بس انه الديفنسيفلي كان احسن بكثير خاصه انه عندهم ثلاث اجانب ليفل كثير عالي، فقدرنا قد ما فينا نحد من خطوراتهم. نحن كانت البلان انه خلي الاجانب يخسروك لحالهم يعني بلا ما تخلي اللبنانيه يساعدوا كثير، ونجحت وان شاء الله لقدام. هلا بعتقد جيم جديد ضد الويزي، هل بسالك عنه يعني الويزي الرياضي معروف هيدا هيدا اللقاء كانت كثير صعبه لقاءاتكم انتم وياه هون ان كان بالريجولر سيزون او حتى بالكوارتر فاينل، وقشطوكم المباراه حتى فريندلي جيم هون لعبناها مش من زمان كمان خلصت باخر خمس دقائق، وشفناهم كمان لعبوا جيم كثير كبير ضد الهومنت من اول جيم، وهن على ارضهم اذا بتتذكر سنه الماضيه كذا جيم حرام يخسروها نقطه واثنين نقطة، هي كان عندهم ست نقطة نقطة، فإن شاء الله لا نحن هلا بدنا نشوف كيف نحضر لهذا الجيم، عندنا جمعة للتحضير وإن شاء الله كمان بنضلنا لقدام كل يعني ستاب لقدام جيم عن جيم نتحسن. بدي أشكرك أكيد جون عبد النور باخذ